واش فراسكم هاد ولد فاميليا راه قرر من بعد ما جا لهنا انه يخرج من المدرسه في خطره. اوكي نيفياد فاميليا ضرب كلشي مدرح كتبان بلا شخصيه كلشي عندك مقلد راه مضحك الضحيه مزيان جيتي تجرب مي دابا رجع للدار تفرج فيه وزيد درب رابور ديال قلد الشي هي مخشي معنا في هاد الشي غتمشي صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا عليه بلاك تلوزر صفقوا ليه مور اليوم بيبليك غيتنمروا عليك كيف ليكسي بالجالو قمو اللي كتصرف عليا معاكم عطات اوطوب غنبدل هاد الجيم في لوطوتون كيغوت سمعت قلت سيري طفاي ماشي دراب والفيم وجهك خاصو دي زيفي لراسك خاوي خاوي الراب راه ما عنده فين يديكو بلا ما تزوج شحال في الساعه وقتك سال كي المدرسة كيف الراس بلاصتك باقا مع الكوسالة رجع تقرا دير شي حرف اخرى حفرو شي حفرة راه في داك البرايم رجعت من الموت باش هو نديه للتراب وهادشي اللي لابس راه نصيبتك بيه الفضاء برو وجبت لك هادي باش ترجع تدافع قرايتك دي جي كي دار ذا بيت يا كلشي زيد ترحموا عليه ترحموا عليه ترحموا عليه يا يا كي كان بالك الباب كان بالك الباب تاع امستردام لحت لك كامل خربت كتخرب خليتي السلفادور دراري هاد خونا محسوب عليك فام دابور دراري هاد خونا محسوب عليك كانغارو عندي لك اسئله فاس باغي منك لا بارول يا انا بالنسبه لي الدراري ما نقدرش نكتب عليكم هادشي اللي شفتو اليوم ما قنانيش قطات اضرب معايا نقطة ديال انك لعبتي ليه على عقلو which is part of the game ده جزء من اللعبة خرجتيه ديموراليزيتيه هادشي كامل ولكن ما كافيش لان يعني التكست سمعتك استطريتي في واحد اللعيبة تاكلتي فيها فاش رجعتي ما رجعتيش في لو طون بقيتي كتعمر واحد الوقيتة كتقول لهم صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا عليه سمول مستر اكس زعما بالنسبة لي انا بجوج ما مقنعنيش بجوج انا كنقول تقدر تعطي شي فرصة يقدر يخرج شي حاجة الا فهم الدرس اما البرايم الجايب والله تبارك شكون تسنى منك هاد اللعيب تنما كنت كتسنى من راسي صراحة ولكن نستاهل خاص هاد النهار نستاهل 100% حيت درت بهاد الشو بهاد المعنى بغيت نطلب سماع بعدا من هاد البيبليك اللي درت لهم واحد الشو عيان ما كنتش باغي نوصل زعما لهاد الدرجة ديال فهمتي طيحت الليفل بزاف كنطلب منهم سماحة فهمتي ما درت لهم لا شو ولا والو نطلب سماع منكم كاملين تعيما راك عارف طبعا شو عاد حبستك هنا انت طافيت كيف علي فيها زعما من ناحية دعق هذاك الانسان اللي قدامك درتها هي يمكن اكبر نقطه كاع في الكلاس اون بريف فهمتي ما نعطيك اخر فرصه صابر شكرا بزاف كون طحتي مع شي واحد اخر ما كنتيش كاع غدوز ايمن باغي نقول لك واحد الحاجه في البرايم اللي فات اتفقنا على انك انت كاين خصك والو بريزونس فلاسان كترابي مزيان فلو تاي بلاصتو صراحة قلنا كنتنبؤ انك غتمشي معنا بعيد مي هذا هو لو شو وهادي هي الكومبيتيسيون تقدر في هذاك البرايم اللي حنا معولين عليك غتزلق وغتزيد مع الباب وهادشي اللي طراك اليوم ماشي ري راس بالك اخي بحال درت في حياتي هي هاد الشو اللي درت دابا انا اللي حطيت المايك من الاول فهمتي من الاول صافي كنت ساخط حيت حسيت بالديسريسبكت بزاف لعب لي على خطي فهمتي مرضني جر لي الشعر جر لي النايفيه جر لي شي لعيبات اللي ما محقوش منين جبت انا هاد الفكره من ديزي ملي دار لينا الماستر كلاس قال لنا تقدروا تحيدوا ليه الكاسكيطه ما بغيتش ندير في البيرفورمانس ديالو هو كيغني نخربقو دونك درتها في البيرفورمانس ديالي اللي هو كان غير واقف ما كيدير حتى شي حاجه